18/10/2011 بنبتدي يومنا بفقرة الصحافة، ومعايا في فقرة الصحافة النهاردة الأستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد. أسعد. أخبار التلوث إيه والقش بتاع الرز إيه والغمامة بتاعتها إيه؟ لا والله واضح إن الثورة نجحت، والسحابة السوداء السنة دي يعني متعثرة في الوصول، وإن شاء الله ما توصلش. ده احنا كلنا يعني الله يكون في عون بجد رئه المصريين، صح؟ القاهره طبعا، القاهريين على وجه التحديد. يمكن الامور خارج القاهره اخف شويه، لانه القاهره متحالف عليهم يعني العربيات والعوادم اللي جايه من بره. استاذ اشرف، احنا عندنا النهارده 8 اخبار نقيناهم من الصحافه عموما، من الاهرام والشروق المصري اليوم والاخبار. بنبتدي من جريده الاهرام، صفحة أولى: الكشف قريبا بالمستندات الدامغة عن ثروات رموز النظام السابق. من الشروق صفحة 3: سويسرا تحقق في اتهام علاء مبارك وجيرانا ومنصور بتشكيل عصابة لغسيل الأموال. المصري اليوم صفحة أولى: تقصي حقائق المصرية لحقوق الإنسان، اللواء البطران قتل برصاص الداخلية. الأخبار صفحة 3: إلغاء الحكم بوقف انتخابات الصحفيين ومجلس النقابة يحدد الموعد الجديد اليوم. الشروق صفحة أولى: الانتخابات الارتباك سيد الموقف. الشروق صفحة أولى: رئيس العليا للانتخابات، دورنا استشاري وتصويت المصريين في الخارج قرار سيادي. نفسي أعرف مين السيادي اللي هياخد القرار. المصري اليوم صفحة أولى: وزير الإعلام يعترف للبابا، أخطأنا في تغطية أحداث ماسبيرو ونعتذر. الأهرام صفحة أولى: بدء تنفيذ صفقة تبادل شاليط والأسرى اليوم. حضرتك، إحنا أول خبرين متعلقين بنفس الموضوع، وهو الأهرام صفحة أولى: الكشف قريبة بالمستندات الدامغة عن ثروات رموز النظام السابق. والشروق صفحة 3: سويسرا تحقق في اتهام علاء مبارك وجيرانا ومنصور بتشكيل عصابة لغسيل الأموال. تعليق حضرتك كيف؟ يمكن الأهم من الكشف عن الثروات هو التحقيق اللي بيتم في سويسرا بشأن غسيل الأموال، لأنه ده معناه أن الفلوس دي تم الحصول عليها من قنوات غير شرعية. نعم. وده يعزز موقف مصر في المطالبة باسترداد الأموال. نعم. لأنه مجرد وجود الفلوس في الخارج ده لا يعني أنك من حق مصر تطالب بيها. من حق مصر تطالب بيها إذا كانت الفلوس دي تم الحصول عليها من خلال جرائم فساد واحتيال. نعم. ففكرة أن سويسرا تحقق في تهمة غسيل أموال معناها أن الفلوس دي فيها غير شرعية. نعم. دي نقطة. النقطة الثانية والانتصار اللي حققته لجنة استرداد الأموال، أنها قدرت تحصل على موافقة السلطات السويسرية بالمشاركة أو بالاطلاع على سير التحقيقات، رغم أنه محامي علاء مبارك وجيرانا حاولوا أنهم يجهدوا هذه المحاولة ويقولوا أنه مصر مش طرف في التحقيقات. نعم. لكن السلطات السويسرية والنائب العام السويسري وافق على أنه مصر تكون على اطلاع على ما يجري من تحقيقات في هذا. ولكن اللي احنا عارفينه ومن أول الثورة وعارفين أنه هو ما ينفعش أن الفلوس تيجي غير بحكم نهائي عندنا هنا في مصر بأنه الناس دي اختلست فلوس أو أخذت فلوس بشكل أو بآخر من حق المصريين، ولا أنا غلطان؟ بالضبط. هو طبعا الحكم في مصر، الحكم النهائي في مصر يعطي مصر الحق في المطالبة باسترداد الأموال، لكن الأهم، عشان كده بقول أنه الأهم، أن سويسرا نفسها تقتنع أن الفلوس دي تم التحصل عليها من قنوات غير مشروعة. نعم. ده يخلي مسألة استرداد الأموال أكثر سهولة بعد صدور الحكم في مصر. قنوات غير مشروعة معناها من برا مصر ولا من جوه مصر؟ هم الحقيقه معظم، ولا ده مش مهم؟ لا يعني هو طبعا مهم، بس هو مصر بتطالب بفلوسها لانه الفلوس الناس دي كلها يعني اكتر. في نقطه مهمه قوي، لو هو يعني طرق غير شرعيه او طرق غسيل اموال، والفلوس دي مثلا مش بتاعه المصريين اساسا، لا ما هي يعني جايه مثلا من بره، يعني علاء مبارك اكيد ما كانش بيستثمر في السعوديه. علاء مبارك كان البيزنس بتاعه والفساد بتاعه في مصر. منصور جيرانا اللي واخد 3 احكام لحد دلوقتي، البيزنس بتاعه في مصر. المنصور فلوسهم في مصر. فهي الفلوس اللي هتحصلوا عليها هي في الاصل هي فلوس مصريه، حتى لو كانوا بعد كده استثمروها، لان هو اللي بيحصل ايه اللي حصل انهم اخذوا الفلوس دي ودخلوها في عده شركات، في سلسله من الشركات الورقيه، علشان يخفوا مصدر
الفلوس اللي خرجت من مصر انها تمام. اساس اصلها من تمام. مصر تمام. من ضمن على فكره الـ يعني في بعض عناوين الصحف النهارده كانوا بيتكلموا على انه هو وصلوا لمعلومه مؤكده انه 340 مليون دولار هي ثروه ابناء مبارك في سويسرا. في سويسرا. في سويسرا. حلوه قوي في سويسرا. في سويسرا يعني سويسرا فقط. ومش بس كده هو الاهم في المعلومه دي انه ده رد على الرساله الشهيره للرئيس المخلوع حسني مبارك لما قالوا انه بيتحدى ان هو ولا اولاده ولا عندهم فلوس فبشهاده من سويسرا هم عندهم 340 مليون دولار، عندهم 2 مليار جنيه مصري. جنيه مصري يحلوا مشاكل كل المدرسين المضربين، يحلوا مشاكل كل موظفين هيئه النيابه العامه معاهم الاطباء. تمام. مش شويه يعني. تمام. هكمل بس نفسي اقول ايه يعني الفايده بتبقى بتاعتهم تقريبا في السنه كام؟ يعني لو قلنا في سويسرا علشان سعر الفايده في سويسرا اقل شويه حوالي 3.5% يعني هيعملوا لهم حوالي 100,000 دولار في السنه. وده يعني برضه رقم 100,000 دولار ايه ده؟ انت بتتكلم في 2 مليار بالمصري. لا دولار يعني احنا هنتكلم في نص مليون نص مليون جنيه مصري. ما فكروش في يوم من الايام مثلا انه يدوا الناس اللي عماله تشحت في الشوارع دي والناس اللي مش لاقيه شغل؟ لا هم اللي مخلينهم يشحتوا مصري يعني. انا قصدي ولو ربع مثلا بس الفايده. لو فكروا للحظه في الناس اللي بتشحت في الشوارع مش هيسرقوهم. هم بيسرقوهم عشان يخلوهم يشحتوا. يعني المساله المصري اليوم صفحه اولى تخصي حقائق المصريه لحقوق الانسان. اللواء البتران قتل برصاص الداخليه. مقتل اللواء البتران زي استشهاد اكتر من 1000 شهيد في ثوره 25 يناير. نعم. ملف مغلق وبشكل يثير الاستفزاز. نعم. لكن فتح ولكن فتح مفتوح على اساس خطأ. هو الفكره انه الناس مش يجب ان نتعامل مع هذا الملف باقصى قدر من المصارحة، ويمكن أن نعلي أن نرفع شعار المصالحة أيضا مع المصارحة. لأنه الداخلية الداخلية على رأسها اتهام معلق بالقتل. هذا الاتهام يطارد كل من يعمل في الداخلية. والحقيقة أنه من المؤكد أنه ليس كل من يعمل في الداخلية قاتل ولا مجرم. يجب أن الداخلية تتحلى بأقصى قدر من النزاهة ومن الشجاعة في التعامل مع ملف مقتل أو استشهاد اللواء البتران وغيره من شهداء الثورة. بعيدا عن التحقيقات الروتينية والشهود الذين يقال بعد كده أنه تعرضوا لضغوط فتراجعوا عن شهادتهم. ويظل الاتهام معلق ويطارد الداخلية ككل. أستاذ أشرف، احنا عندنا على فكرة فقرة خاصة بهذا الموضوع هنفتح الملف ده، وهيكون مشرفنا الدكتورة منال البتران شقيقة اللواء محمد البتران، وعلى فكرة هيبقى معانا كمان مجدة بطرس باحثة بالمبادرة المصرية لحقوق الشخصية، هيتكلموا بالتفصيل عن هذا الموضوع. من جريدة الأخبار صفحة 3، إلغاء الحكم بوقف انتخابات الصحفيين ومجلس النقابة يحدد الموعد الجديد اليوم. يعني هو خبر وقف الانتخابات الحقيقة أو حكم وقف الانتخابات الأسبوع الماضي كان حكما ولا نعلق على أحكام القضاء، لكنه الحقيقة هو التعقيب على التصرف الزميل الذي أساء استغلال حق التقاضي فرفع دعوة لوقف الانتخابات. خسر الجميع فيها، المرشحين بكل مجهودهم، وخصوصا انه لا سيما ان الحكم صدر قبل التصويت بحوالي 5 أو 6 ساعات، فكانت المساله مزعجه. كمان الحكم الغاء حكم الوقف انقذ النقابه من الدخول في نفق الحراسه القضائيه والاداره بلجنه مؤقته، وحاجه لم تكن حد تحدث في عهد حسني مبارك. يعني ظلوا يطردوا نقابه الصحفيين سنوات دون ان يتمكنوا من ذلك. فنيجي بعد الثوره وعلى يد زميل يحدث هذا، لكن قدر الله ثم ستر. من الشروق صفحة أولى، الانتخابات الارتباك سيد الموقف. الارتباك سيد الموقف. الحقيقة أنه النتيجة اللي وصلنا لها النهاردة اللي هو الارتباك الذي هو سيد الموقف هي نتيجة طبيعية لممارسات. بمعنى إيه سيد الموقف الارتباك؟ بمعنى أنه لحد دلوقتي لا يوجد حزب استطاع أن يبلور قوائم المرشحين. احنا قبل غلق باب الترشيح بعد مده ب3 أو 4 أيام، مفترض انه قبل فتح باب الترشيح كان الاحزاب تكون جاهزه كل قوائمها مستعده لتقديمها في اليوم الثاني، علشان كمان ده يعني في الانتخابات السابقه كانوا بيتسابقوا على التقديم علشان يحجز المركز الاول في القائمه، يختار الرمز
اللي يعجبه. النهارده الاحزاب اضاعت وقت طويل نعم. في خلافات. طمني بس اخبار. طيب يعني الثوار اللي عملوا الثوره ده هيبقى ليهم مكان ولا كل سنه وانت طيب؟ لا اعتقد ان كل سنه وانت طيب. طمني طيب يعني حق المراه ان هي تبقى موجوده في مجلس الشعب، طمني اخبارها ايه؟ لا هو القانون ولا الزم كل سنه وانت طيب؟ لا يعني شويه مش كل سنه وانت طيب، لان القانون الزم القوائم بانها تضم مرشحين من هل دخل النساء. يعني ابتدى يظهر؟ هو يظهر هو احنا انا سمعت ان هو مفيش الا اثنين في ظل حاله الارتباك. لا اشوف هو بحكم القانون موجودين. يعني تمام. اخونا الشيخ ياسر البرهامي احد قيادات الحركه السلفيه قال احنا مضطرين تمام لترشيح النساء على قوائمنا لان عظيم. القانون يلزمنا بذلك عظيم. رغم ان دخول المراه مفسده. طمني يا استاذ اشرف اخبار نصيب الاقباط في مجلس الشعب ايه؟ اهو يظل برضو ده الملف مسكوت عنه ولا يجب السكوت عنه. الاقباط طبعا مطالبين بان يكون لهم دور اكثر فعاليه في الحياه السياسيه. نعم. نعم. والابتعاد شويه عن حضن الكنيسه. تمام. والقوى السياسيه بما فيها الاخوان المسلمين مطالبين اكتر بانهم يرشحوا ويدعموا مرشحين اقباط. استاذ اشرف طمني انه الاخبار القوائم اللي هي مش الفرديه اللي هي اسمها بيسموها ايه؟ القوائم. القوائم مش الفردي. اخبارها ابتدى تظهر بشكل ما هي دي كبير. المشكله لحد دلوقتي لم تظهر قوائم اساسا دلوقتي. ما هي وصل القوائم دي الفردي في الاخر كل واحد بيروح يقدم ورقه. الشروق صفحة أولى رئيس العليا للانتخابات دورنا استشاري وتصويت المصريين في الخارج قرار سيادي. المصريين في الخارج مش قرار سيادي، قرار صعب. لأنه الحقيقة في مشاكل. حق المصريين في الخارج أنهم يصوتوا زيهم زي أي مواطن، لأن وجود المواطن خارج مصر لا يحرمهم من حقوقه الدستورية. لكن في نفس الوقت الحقيقة المصريين لأنه عددهم كبير بره في صعوبات لوجستية، يعني صعوبات عملية. 3 مليون مصري في السعودية صعب ان انا اعمل لهم انتخابات، وخصوصا لما تبقى انتخابات برلمانية يعني في دوائر وفي رموز وفي قوائم. انما لو كانت يمكن نخلي المسألة انه المصريين من حقهم يصوتوا في الاستفتاءات وفي الانتخابات الرئاسية، لان الامور اكثر اسهل قليلا. يعني نتمنى انه المصريين اللي بيحبوا بلدهم، زي ما كان في عندي فقرة هنا اتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، نتمنى ان الموضوع ده يعني يخلص بقى ونبقى فعلا المصريين ليهم الحق ان هم فعلا يصوتوا في الانتخابات. المصري